تشريح أحدث أنواع الشاشات من كيوليد وأوليد، كل هذا والعديد والعديد من الدورات على إلكتروصوفيان فقط في الجيل الثالث. يمكنك أيضا متابعتنا أو متابعة جديدنا عبر الفيسبوك. كل ما عليك توجه إلى خانة البحث وكتابة إلكتروصوفيان كما هي موضحة أمامك. ستظهر لك أيقونة خضراء وهي أيقونة الصفحة الخاصة بنا، وهذا هو شكل الصفحة، وتظهر لك أيقونة سوداء هي للمجموعة وهذا شكل المجموعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الفيديو 29 من دورات شاشات الليد، فيديو اليوم إن شاء الله تعالى سنتعرف فيه على دوائر جديدة ومنظومات جديدة داخل الدورة. طبعا كما سبق وأشرنا خلال الحلقات السابقة، فلقد تعرفنا على شاشات الليد يعني عن قرب، سواء الصينية أو الأصلية من LG وسامسونج. بالنسبة لترتيبية الحلقات ستكون على الشكل التالي: تعرفنا على دوائر الداتا بالنسبة للشاشات العادية، أي الشاشات التي ليست سمارت، ليست ذكية. بعد ذلك قمنا بتتبع مسار مهم جدا، وهو مسار 3.3 في التيكون. لماذا تتبعنا مسار 3.3 في التيكون؟ سنشرح هذه النقطة حتى تكون الفكرة واضحة جدا. بالنسبة لجهد 3.3 هو موجود على مرتين في الجهاز كشرط، يعني كشرط موجود مرتين. واضح؟ نقلل الإضاءة قليلا لهذا ظهر الورقة. واضح؟ جيد. لدينا المين بورد بهذه الشكلة، يوجد فيها CPU ودائرة الإبروم وربما الرام أو لا، المهم أننا سنرسم الرام. ولدينا CPU، هذه الدائرة تعمل بالـ3.3، بالتالي يجب توفر 3.3 إجباريا. واضح؟ وهنا نتحدث عن الشاشات العادية، يعني ليست سمارت، إنما شاشات عادية جدا. هذه 3.3 موجودة هنا، زائد لدينا التيكون، هنا لدينا دائرة التيكون، ثم لدينا البانل بهذه الشكل. واضح؟ هنا لدينا مسارات للفي دي اس، وهنا لدينا فلات اليمين وفلات الشمال، ثم لدينا هنا البانل. واضح؟ بالنسبة للبانل فهو الآن بالنسبة لنا مقلوب، لذلك ستكون لديه كوفات جانبية من هذه الجهة، ربما أيضا كوفات من هذه الجهة، وكوفات علوية في هذه الجزئية هنا. واضح؟ وهنا لدينا التايمين كنترول أو التيكون. هذه 3.3 هنا، هذه 3.3 هي إجبارية في الستاند باي، بالتالي إذا كانت لدي جهود الانطلاق أو جهود الستاند باي، فلدينا 220 فولت تتحول إلى 12 في الصينية، وفي السامسونج والجي قد تجدها بين 13 و 24، بعدها تمر بمنظم ما يسمى الريج واحد، أي ريجيلاتور رقم واحد أو المنظم رقم واحد في المسار. بعد ذلك يعطينا 5 فولت، الخمسة فولت تمر عبر الريج 2 أو المنظم رقم 2 أو الريجيلاتور رقم 2، يعطينا 3.3 فولت. تستمر الجهود في التناقص في عملية الديكروسو، لكن لا يهمنا التناقص بقدر ما يهمنا هذا الجهد هنا 3.3. بالنسبة لل 3.3 نأخذه مباشرة إلى دائرة الداتا بهذه الشكلة، وقبل 3.3 لا يجب أن تكون هناك أي بوابة، بحيث أننا يجب أن نقوم بوصل الإبروم مع 3.3 دون أن تكون بوابة بينه وبين جهد الدخل. بالتالي إذا ركبت المقبس في 220 فولت مباشرة يجب أن يتغذى الإبروم، بمعنى الجهد مباشرة يمر عبر هذه المراحل ليصبح 3.3، نغذي به الإبروم والCPU، وبعد ذلك نتحدث عن هل ستنخفض الجهد هنا أو كذا. واضح؟
هنا نجد في الكوفات نجد 3.3 مثلا، أو نجدها في التيكون، نأخذها فقط من التيكون، نأخذ 3.3 موجودة هنا في التيكون. وعندما نتحدث عن 3.3 نتحدث عن التيكون العادي، ليس الكيوليد وليس الأوليد، نتحدث عن تيكون البانل تي اف تي. واضح؟ يعني الشاشات البسيطة جدا والمنتشرة جدا في السوق، وهي شاشات ليد عادية، سواء سمارت أو لا، هذا لا يغير من الوضع شيء. جيد؟ إذا لدينا هنا، هل هذه الثلاثة هنا هي نفسها هذه الثلاثة؟ طبعا لا، هذه الثلاثة شيء وهذه الثلاثة شيء. هذه الثلاثة هنا تغذي لي دائرة الداتا، دائرة الداتا، والتي تشمل هكذا، هذه دائرة الداتا، والتي تشمل لي هذه التفاصيل الصغيرة هنا، زائد الإيسيهات الصغيرة في التيكون هنا. جيد؟ هذه دوائر تتغذى على 3.3. أين تصنع أو أين تجهز هذه 3.3؟ هذه 3.3 تجهز في التيكون، داخل التيكون، يعني داخل التايمينج كنترول، يعني سواء كان التيكون منفصل، يعني شبيه بالذي يظهر في الصورة، يعني سواء كان التيكون مثل هذا أو كان متصل، يعني شبيه بهذه المسطرة، فالأمر واحد. جيد؟ هنا تجد أن 3.3 موجودة على هذا المسار، زائد موجودة على اي سي الدي سي دي سي، وموجودة على أي اي سي آخر صغير. جيد؟ بالنسبة لهذا النوع فعادي جدا أنك ستقرأ هنا في سي سي وستجد الفيكور. في تيكونات ال جي دائما ما ستجد الفيكور والفي سي سي، فيكور وفي سي سي، فيكور والفي سي سي. غالبا في تيكونات ال جي تجد جهدين، جهد الفيكور طبعا خاص بتغذية الكنترول الخاص بالتيكون. على أي هنا تدخل 12 فولت، وهنا تظهر 3.3 عبر هذا الاي سي. ليس شرطا أن تظهر عبر هذا الاي سي، لكن المهم أنها تظهر داخل التيكون وتتجه إلى البانل. جيد. الفكرة أو المستفاد من هذا الشرح في الحلقة 29 هو أنه لدي جهدين صغيرين. أنا أحاول إصلاح شاشة، لدي جهدين صغيرين. إن تضرر هذا الجهد هنا أو تضرر هذا الجهد هنا، سيحدث مشكل في الصورة. واضح؟ إن تضرر هذا الجهد، سنقوم برسمه هو الآخر، هذا 3.3 هنا أو هذا هنا، يعني سواء هذا الذي أحطه بالأحمر أو هذا الذي أحطه بالأزرق، فكلاهما يؤثر لي على الصورة. الجهاز هي شاشة، بمعنى أغلب الأعطال التي تهتم بالعرض فهي مشتركة بين هذه 3.3 وهذه 3.3. طبعا بالنسبة لتتبع المسارات، فمسار ال LVDS أو كيبل ال LVDS هو الفيصل بينهما، بحيث أن هذه 3.3 تبقى من ال LVDS من هنا، والأخرى تبقى من التيكون إلى البانل. بالنسبة لقطع 3.3 عموما، هنا ستختفي لك الصورة نهائيا، وقطع 3.3 هنا ستعطيك يعني انقطاع تام للجهود، لا ليد أحمر، لا ليد أزرق، لا ليد أخضر، ولا أي شيء، ولا أي صوت تكتك، ولا أي شيء. يعني غياب 3.3 هنا، يعني القطع الكامل غياب 3.3 هنا، يعني غياب الصورة لكن ظهور الإضاءة. إذا غابت 3 هنا تغيب الإضاءة والصورة، إذا غابت هنا تغيب الصورة فقط، واضح إلى حدود 9. لكن ماذا يحدث إذا نقصت؟ إذا نقصت هذه 3.3 يعني أن الكوفات كلها تصبح أوف، و إي سي تايمينج كنترول يصبح أيضا أوف. قد يصبح أوف 100%، قد يصبح أوف جزئيا، بمعنى تظهر بعد إما روستارت، إما صورة باهتة، إما يعني تظهر لك أعراض على أن الصورة، على أن بيانات الصورة لا تظهر جيدا، مع العلم أن الجهود موجودة، الـ VGL والـ HVDD كل شيء موجود، لكن الصور، بيانات الصورة يكون عليها تأثير.
وعلى سبيل المثال أشهر هذه الأعطال هو ظهور اللون البنفسجي أو ظهور اللون الأخضر على الصورة، يعني أنت تشاهد الصورة لكن يظهر عليها لون فوقها. بعض الأحيان ترجح على أنها بانل مضروب، لكن المشكل هو فقط من نقص فولتية التشغيل. على أي، في الشرح السابق تتبعنا مسار 3.3 بت بالتفصيل لنفهم يعني مساره من التيكون إلى البانل. الآن قمنا بمشاركة الجهدين معا في نفس الشرح. هذا الجهد هنا إجباري أن يكون مع مقبس الكهرباء، هذا ليس إجباري، هذا يظهر في الأون فقط. لماذا؟ لأن بوابات LVDS، يعني توجد هنا بوابة خاصة بفتح وغلق مسار LVDS، وبالتالي هذه مرتبطة مع الأون، فإذا كان الجهاز أون تظهر الجهد هنا، إذا كان الجهاز أوف أوتوماتيكيا هذه البوابة تغلق الجهد على LVDS وبالتالي التيكون يصبح أوف. هنا سندخل إلى باب آخر من الشرح، وهو أنه بعض التيكونات إذا لم تقم بربط كيبل LVDS فهو لا يعمل، يعني يقطع إضاءة أو يدخل في وضع الحماية، وتلك التفاصيل كلها سنشرحها لاحقا إن شاء الله تعالى. لكن كفكرة أولية أنه إذا كان هناك مشكل في الكيبل رغم أن البوابة أون إلا أن الجهود لا تظهر لك هنا. جيد، إذا إلى حدود ساعة فهمنا أن هناك 2.3، واضح؟ لدينا جهدين 3.3، جهد يكون في المينبورد وجهد يكون في التيكون، إضافة إلى نقطة أخرى وهي أنه يمكن أن نعمل بجهد 3.3 في بوابة معينة، واضح؟ ونسميه ريج واحد مثلا، لأنه يأخذ الجهد من 12 ويعطينا 3.3، وهذه 3.3 نضعها على بوابة، وهذه البوابة نستعملها مثلا لإعطاء الانطلاقة لإي سي الصوت مثلا، أو للدريفر ليد مثلا، أو لأي دائرة أخرى، واضح؟ يعني 3.3 ليست حكرا على هاتين الدائرتين، لكن اختفاء 3.3 في هذه الجزئية يتسبب في القطع، اختفاء في هذه الجزئية تسبب في إذا اختفت قطع صورة نهائي، إذا كانت تظهر بجزئية ناقصة قليلة مثلا 3.2 3.1 3.2.8 تظهر بعض الأعراض على واجهة الجهاز. إذا هذا فيما يخص تيكون عادي، تيكون عادي يعني ليس 4K، هذا فيما يخص تيكون عادي ليس 4K، ربما نسميه فول اتش دي او اتش دي فقط، و مين بورد شاشة صينية عادية جدا. جيد، عندما نتحدث عن شاشة السمارت فالموضوع يختلف قليلا، وهو في إضافة بعض الجهود الخاصة بالذاكرة. لذلك سنلقي نظرة على بعض المينبورد الصينية السمارت، وفي الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى سنتبع مسار 3.3 في التيكون، يعني كيف تنتج أو من أين يأتي جهد 3.3 في التيكون بالدرجة الأولى، ثم بعد ذلك أي في المتصل، بعد ذلك نتحدث عن طريقة إنتاج جهد 3.3 في التيكون المنفصل، يعني التيكون الذي يكون منفصلا عن البانل ليس ملحوما على البانل، وبعد ذلك طبعا سنتتبع 3.3 في السمارت. لكن قبل ذلك سنلقي نظرة خفيفة ظريفة، وسنلقي نظرة على هذا النوع من البوردات. طبعا هذه بوردة هي تابعة للسان بلاس، هذه بوردة سمارت لكنها تعمل ب السان بلاس العادي، واضح؟ هنا يجب التركيز قليلا، بوردة سمارت لكنها تعمل بإبروم عادي، بوردة سمارت تعمل بإبروم عادي. جيد، طبعا هذه المعلومة يعني شيء أنا ما مشكوك فيها، لكنك ترى البوردة أمام عينيك، البوردة تعمل بمعالج عادي وإبروم عادي، هو كما ترون عليها منفذ RJ45. كيف تم دمج الذكاء الاصطناعي؟ تم دمجه عبر هذه البوردة. هذه البوردة هي بمثابة البوكس أندرويد، يعني ذلك البوكس الصغير، يعني يكون هناك بوكس صغير بهذا الحجم تقريبا، وبه منفذ HDMI يركب مع الشاشة وتتحكم فيها عبر الهاتف أو كذا، بحيث أن الجهاز يصبح سمارت. هذه هي نفس البوردة التي تكون داخلها البوكس، قمنا بتركيبها هنا، طبعا الشركة من قام بذلك، وإذا ركزتم
هنا ستجدون، إذا ركزتم هنا ستجدون أن هذا الأي سي، هذا الأي سي ما دور هذا الأي سي؟ هذا هو الملتي اتش دي ام اي أو موزع إشارة الاتش دي ام اي. لاحظ هذا الأي سي إذا كان المعالج عليه مسارات اتش دي ام اي واحد، نقوم بتركيب هذا الأي سي ليعطينا 3 اتش دي ام اي، وبالتالي هنا أعطانا الأول هو أعطانا الثاني، لكن الثالث هو عبارة، لاحظ معي هو عبارة عن البوكس المدمج، وبالتالي الجهاز يصبح ذكي، لكن كما ترون يعمل في مسار HDMI، يعني لا يعمل بالموازاة مع المعالج أو مع الذاكرة الداخلية، بل يعمل كجهاز خارجي، واضح؟ وهذه يعني إحدى الطرق البدائية في إدخال الذكاء الاصطناعي على الأجهزة الصينية، ويوجد الآن يعني التطور يعني فاق هذا بكثير. سنلقي نظرة على بوردة أخرى، كل هذا سنعود إليه طبعا في قادمة حلقات. بالنسبة لبوردة أخرى فهذا هو الشكل الحالي للبوردات الصينية، تكون على هذه الشكلة، بوردة صينية سمارت. الإضافة الوحيدة هي إضافة في الجهود، لذلك سنخصص لها حلقة لنشرحها، لذلك قمنا بعزل 3.3 في هذا الشرح لنبين الفرق في الشروحات القادمة. يعني هذه بوردة سمارت، لدينا هذه بوردة أخرى هي الأخرى سمارت، هذه هي الأخرى سمارت، طبعا هذا هو منفذ الإنترنت هنا، وهذا هو اللاقط، وبالتالي فهناك منظمات أسفل هذا الجزء القصديري هنا، هي الأخرى مسؤولة عن تزويد المعالج وتزويد الذاكرة بالجهود اللازمة. إذن لدينا نوعين من البوردة، يعني في الانتقال من العادي إلى السمارت فلدينا نوعين من البوردات، لدينا نوع الذي نستعمل فيه تقنية الذكاء كإضافة أو كبوردة خارجية، ولدينا الذكاء الاصطناعي المدمج في المعالج، بحيث أن هذا المعالج هو مخصص أصلا للعمل كجهاز ذكي، كجهاز متفاعل سمارت، واضح؟ إذن هذا كان كل ما لدينا في هذا الشرح. في الشرح القادم إن شاء الله تعالى كما سبق وذكرت سنتعرف على طريقة يعني إنتاج الجهود في التيكون، يعني من أين تأتي هذه الجهود، جهود 3.3 من أين تأتي في المسطرة، ومن أين تأتي في التيكون. وبعد ذلك إن شاء الله تعالى سنعود إلى البوردات العادية والسمارت لنفهم الجهود التي أضيفت في بوردات السمارت لم تكن موجودة في البوردة العادية، ما سيساعدك على تتبع العطل إن شاء الله تعالى في بوردات السمارت، لأنها تعتبر أعقد قليلا من البوردة العادية. إذن هذا كان كل ما لدينا في هذا الشرح، أتمنى بصميم القلب أن أكون قد أفدتكم ولو بالشيء القليل. إلى أن نلتقي على محبة، لا تنسونا من صالح الدعاء، كان معكم دائما وأبدا المبتدئ سفيان بن عياد، والسلام عليكم.